بعد توافق دام منذ بداية الحرب في أوكرانيا وبعد دعم كبير من روسيا لبيونغ يانغ، اليوم ينقلب المجنون على الدب الروسي. يخون جونغ أون قيصر روسيا. الأسلحة الكورية الشمالية بأيدي الجيش الأوكراني. فماذا حدث؟ وأوكرانيا تتفاوض مع الغرب لإنتاج الأسلحة على أراضيها، وتحضيرات لمحاولة أوكرانيا للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وبريطانيا تدعم كييف للاستيلاء على القرم في عيد الميلاد. فماذا فعلت؟ وجحيم تعيشه قوات كييف بأيد روسية. وصحيفة أمريكية تشيد بمقاتلات سو 57 الروسية، وخبير أمريكي يعترف بتدمير زيلينسكي لسد كاخوفكا بدعم واشنطن، وزيلينسكي يوجه سيل انتقاداته للغرب، وروسيا تنسف الجيش الأوكراني والقتلى بالمئات، وخبراء يقولون العقوبات الغربية لم تؤثر على روسيا. فمن يا ترى أثرت فيه هذه العقوبات؟ مجنون كوريا يخون بوتين، وأوكرانيا تستعد للاستيلاء على القرم في عيد الميلاد. بعد التوافق الروسي الكوري الشمالي خلال الفترة الأخيرة، ذهب بعض الخبراء الغربيين للتأكيد على أن الممول والداعم الرئيس لكوريا الشمالية رغم العزة المفروضة عليها بسبب تجاربها النووية هو روسيا. كوريا الشمالية التي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم يخون مجنونها الدب الروسي. يخون ولي نعمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن جنودا أوكرانيين شوهدوا وهم يستخدمون صواريخ كوريا الشمالية، قالوا إن دولة صديقة استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس حسب رويترز. وأوضح تقرير الصحيفة أن القوات الأوكرانية عرضت الأسلحة الكورية الشمالية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية المدمرة والتي كانت موقع قتال وحشي طويل الأمد. تقارير متضاربة عن أسباب وصول هذه الأسلحة إلى يد القوات الأوكرانية. ما السبب الحقيقي؟ ومن الذي أوقعها بأيدي الجيش الأوكراني؟ هل من خيانة جونغ أون للقيصر الروسي؟ أم أن الجنود الأوكران استولوا على شحنة أسلحة من أيدي الجيش الروسي؟ وهل بالفعل كوريا الشمالية ترسل أسلحتها إلى روسيا في الوقت الذي تنفي ذلك بيونغ يانغ؟ ونتيجة للتقارب الشديد والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا خلال هذه الحرب، أعلن وزير الصناعة الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر كاميشين أن كييف تتفاوض مع الشركات الغربية بشأن إنتاج واختبار الأسلحة في أوكرانيا، ويمكن أن تصبح أراضي البلاد ساحة اختبار للأسلحة. وقال كاميشين: ستكون أوكرانيا قادرة على أن تصبح ترسانة للعالم الحر، وستتطور صناعة الدفاع بشكل ديناميكي لعقود، وهناك فرص عظيمة تتاح للشركات الدولية الكبيرة لإنتاج واختبار منتجاتها في حرب حقيقية. أنتج في أوكرانيا وتم اختبار المنتجات فيها وإجراء البحث والتطوير وتحديث المنتجات أيضا في أوكرانيا. ومع محاولة كييف المستمرة للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، صرح مسؤول العلاقات بين القوميات في جمهورية القرم زاور سميرنوف بأن محاولة الغرب وأوكرانيا للاستيلاء على شبه الجزيرة ستصبح كارثة لهم ولدى روسيا الوسائل اللازمة لحماية سيادتها. ونقلت وكالة نوفوستي عن سميرنوف قوله إن محاولة الغرب الجماعي للاستيلاء على القرم ستتحول إلى كارثة على كل أوروبا وأكثر من ذلك بالنسبة لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية أليكسي تشيبا أن تدريب بريطانيا لجنود القوات الخاصة الأوكرانية للاستيلاء على القرم لن يخدم كييف في مآربها، وأضاف إنهم يقومون بتدريب متخصصين مختلفين، إنهم أحد المروجين للنزاع اليوم. لقد قامت بريطانيا بدور كبير في إشعال هذا الصراع وإثارته، وتعارض بكل طريقة ممكنة أي نوع من المفاوضات. ورغم ذلك التدريب والدعم العسكري، إلا أن شهادة الجنود الأوكران تؤكد أمرا آخر، حيث تحدث جندي أوكراني تلقى تدريبات في الغرب لصحيفة نيويورك تايمز
عن المآسي والمعاناة التي تمر بها قوات كييف، كاشفاً عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها. وقال الجندي إنه قد تم إرسال لوائه للمشاركة في الأعمال القتالية دون الدعم المدفعي اللازم. وخلال إحدى المواجهات خسر العسكريون الأوكرانيون 9 من 10 مدرعات من طراز ماكس برو، وأكد أن أطقم المدرعات قتلوا أيضاً ولم ينج منهم أحد، وأشار إلى أن كتيبته تكبدت خسائر فادحة منذ أكثر من شهر ولم يبق منها سوى 10 أشخاص على الخطوط الأمامية. هذا وكشفت مجلة ميليتاري ووتش الأمريكية أن المقاتلة الروسية من الجيل 55 تعتبر أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية وتتمتع بقوة استثنائية هائلة. وأضافت المجلة في مقالها: أكثر صفاتها وخصائصها قيمة هي قدرتها الاستثنائية على المناورة، وهي مزودة بصواريخ جوجو قوية جدا من طراز R-77M وR-37M. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع هذه المقاتلة حمل مجموعة واسعة من مختلف فئات الصواريخ المجنحة، وهي ستحمل في المستقبل القريب صواريخ فرد صوتية. ورغم الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا، إلا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي مستمر في انتقاده الغرب، حيث صرح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة برازيلية بأن كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمحاربة القوات الروسية. فقال زيلينسكي: هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب فسيكون ذلك كافيا. طالما أن هناك حربا فلا شيء يمكن أن يكون كافيا، هذا يعني أن شيئا ما مفقود. وفي بيانها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت عدة هجمات وقضت على نحو 710 من الجنود الأوكرانيين على مختلف المحاور خلال يوم واحد، كما أسقطت طائرة سو 25 أوكرانية إضافة إلى 23 مسيرة. وتم تدمير ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف، وأصيب مقر وثكنى للواء مشاة البحرية 35 الأوكرانية، كما تم ضرب مستودع ذخيرة في دونيتسك. ومع تسابق الغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج. وأضاف: أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا. وبعد الاتهامات الأوكرانية لروسيا باستهداف سد كاخوفكا، قال الخبير الأمريكي دوغلاس ماكريغور، وهو مستشار سابق للبنتاغون، إن قوات نظام كييف قامت بتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بإعاز ومباركة من القيادة الأمريكية. وأضاف الخبير في تغريدة على تويتر: على الأرجح تم تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بموافقة الولايات المتحدة. يقر الجميع طبعا بأن الأوكرانيين فعلوا ذلك، وقيل لي إنه في الواقع تمت الموافقة على هذا القرار من قبل نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة فيكتوريا نولاند.